السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المفيد en physique de la deuxième année du baccalauréat. Donc aujourd'hui sur la page 40, on va résoudre l'exercice 9 sur les ondes lumineuses. Donc on commence par l'énoncé de l'exercice. Donc c'est l'exercice qui traite de la célérité et la coule. Donc un verre a pour indice de réfraction NR, NR pour une radiation rouge, R le rouge, NR. وكيعطينا واحد لا لونغور دوند لاندا ار. دونك لاندا ار يعني غتكون بيان سور كتنتمي لانترفال ديال لا كولور روج. ان فير عاوتاني لانديس دو ريفراكسيون ديال لو فير. وعندو لاندا فير بيان سور غتكون صغيرة لان اكبر لاندا بيان سور لو دومين فيزيبل هي ديال لو روج، واصغر لاندا هي لاندا ديال لو فيولي. Donc la question, calculer la célérité. Donc la célérité de ces deux ondes dans le verre. Donc la célérité, c'est-à-dire la vitesse. Hna kanarfo bi'anna. Donc باش نجاوبو على هاد لا كيسيون، باش نجاوبو على لا كيسيون. La célérité ديال جوج لي زوند. Donc بالنسبة لوند روج غادي نحسبو لا سيليريتي. دونك شنو كيساوي لانديس دو ريفراكسيون؟ لانديس دو ريفراكسيون كيساوي لا سيليريتي سي سور لو دون لو فيد سور في روج. وحنايا كنبحثو بيان سور على هاد لا سيليريتي. دونك كيسك سافا دوني؟ غادي تعطينا في روج كتساوي سي سور ان ار. دونك دابا الى بغينا نديرو اون ابليكاسيون نيميريك غتعطينا سي سي 3.8 او لا باردون 3 × 10⁻⁸ 3 × 10⁻⁸ سور لانديس دو ريفراكسيون اللي هو 1.618. دونك النتيجة بيان سور غادي تكون بالمتر بار سكوند لان لانديس دو ريفراكسيون ما عندوش اونيتي. هذا il n'a pas d'unité. Donc l'unité تاع لا فيتيس غتبقى لا ميم اونيتي تاع لا سيليريتي دون لو فيد. دونك غنديرو دابا التطبيق عددي ونديرو 3 نقسموها على دونك 3 مقسومة على 1.618 اكوا سيت ايكال غتعطينا 1.85. واحد حنا ناخدو جوج ارقام بهاد الفاصله 1.85 فوا 10⁻⁸. شنو كنلاحظو بالنسبه لافيتيس؟ لافيتيس نقصات، لافيتيس اشونجي. علاش؟ لان لا سيليريتي الى جبنا واحد لورايون روج في الفيد غادي يعطينا 3 × 10⁻⁸، ولكن واحد لورايون في الفير غادي يعطينا السرعه ناقصه، تدير تحت السرعه، يعني كاينه مقاومه. دونك هنا لان لو فير ماشي هو لو فيد. دونك احنا حسبنا لا سيليريتي دون لو دون لو دون لو فير. دونك دابا غادي نمشيو نحسبو لا سيليريتي ديال لوند فيرت. لوند فيرت يعني الموجة الخضراء. دونك كيسك سافا لا ميم شوز. دونك عندنا ان فير كتساوي سي سور في فير. حنايا كنقلبو على في فير سيتادير لا سيليريتي دون لو فير، غادي نقسمو سي على ان في. كيسك سافا دوني؟ غتعطينا 3 × 10⁻⁸ على لانديس دو ريفراكسيون شحال؟ 1.655. دونك هنايا غادي نديرو عاوتاني 3 متر بار سكوند. غادي نديرو 3 مقسومة على دونك 3 ÷ 1.655 إتيكال. دونك 1.81 × 10⁻⁸. دونك هادي لا سيليريتي دون لو. دونك نقارنو شكون دابا لي كبير؟ لا سيليريتي بيان سور
دونك السرعة في السرعة في الفير بالنسبة لواحد لوند روج أكثر من واحد لوند فيرت، دونك غادي تكون أكثر من واحد لوند فيوليت. دونك هنايا هذا هو الجواب على هذا الكيسيون. لاحظتوا هنايا ما يحتاجيناش لاندا، علاش؟ لأن يكفي أننا نستعملو لي سيليريتي. غادي نمشيو لا كيسيون سيفونت، كيل بروبريتي دو فير اي ميز اون ايفيدونس بار سو ريزولتا. دونك هنايا لا بروبريتي هي لا ديسبيرسيون. دونك لو فير اي ان ميليو ديسبيرسيو، اذا واحد الوسط مبدد، اي ان ميليو ديسبيرسيو. علاش ديسبيرسيو؟ لان كار لا سيليريتي دي فير، يعني السرعة ديال اللي في الفير ديبون ديالاش، ديبون دو لا فريكونس دو لا سورس، هنايا لا فريكونس، كتعلق بلا سورس، بينما بالوسط دابا لو كان نجيبو مثلا لا 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 مثلا واحد لاكولور روج وندوزوها في الفير وندوزوها في مثلا في الماء وندوزوها في دونك غتعطينا لا ميم فريكونس. ولكن هنايا جبنا جوج ديال لي كولور ديفيرونت، عطاتنا ما غاتيش تكون عندنا لا ميم فريكونس، غاتكون عندنا دو فريكونس ديفيرونت. يعني ان لو فير اي تان ميليو ديسبيرسيف، الا عطيتيه لا كولور بلونش غادي يشتتها وغادي يعطيك سبعه ديال لي كولور. علاش؟ لانه كيميز بين لي فريكونس ديال لي كولور، دونك يقدر يعطيك سبعه بحال لو بريزم. كذلك سي تان ميليو ديسبيرسيف، علاش؟ لان كيعطينا لا كولور بلونش، كيعطينا التحليل ديالها. دونك فوالا تو سكي كونسيرن هاد ليكزيرسيس. دونك لا بروشين فوا اون فوا ان اوتر اكزيرسيس سور لي زوند لومينوز.